رجعت عند وورلد فيمس جريل قبل ما فوت. بتتذكروا الحجة، بتتذكروا القعدة أنا وياها بعدهم تحت دراسة. أهم شيء شو بعدهم تحت دراسة؟ هول التوست مع قشطة يلي شكلهم مثل زنود الست. بعدهم تحت دراسة ايف اللحم نية، مش عنيكو اللحم نية هلا كنت ما تجيب تعمل أفكار. فقلت بيشوف سالة معالي لك مرة دخلك مشبشب، شو عامل بزبط كذا شو بي ما انت لما تركنا اول مرة بعرف شو عملت فينا. أهلا وسهلا فيكم. أمك هون؟ يلا Eat Famous World Famous Grill. تذكروا لحم نية والبوريتوز الكبار والبرجر الجاينت برجر الرائع and the mom. Let's go see the mom. بس ليش اجيت هيك يا عطنا شو؟ ليش؟ ما شيء هيك قلت خمس دقايق انا ليه؟ ما هو اللي بيشتغل الثاني بيجي بياخذ وقت يقعدوا وياه بيشرب فنجان قهوه بيتحدثوا وياه هيك. تعي تعي خبريني البلد كله حكي فيك، كل لبنان حكي فيك. صابوني بالعيب. كل امريكا عم تحكي عنك. لا والله عجبوا يعني. ما في حالك انت قد ايش ليش انت ما اجت لك شنبه بكير هيك نشوفك نقعد احنا وياه ما سيقابك اليوم؟ مظبوط حقك معي والله. بس انت قلتي لي بتفلي بكير ولا مضاين اليوم؟ لا ما عمي اخذني علي اليوم شممني الهواء. اسكت اخذني لوين؟ لدونا بيتش. اخذني على دونا بيتش اليوم. ايه اليوم كنا فاا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 ا
والله ليك القدر بده، انا بآمن، انا بآمن انه القدر بده انه انا اجي 8 ونص بالليل وانت تكوني هون 8 ونص بالليل، لانه لازم نشوف بعضنا. ايه يلا شفنا بعضنا، بس يعني اسمعش نشوف بعضنا بهالسفرة يمكن خلص. لا بس حبيتك لدرجة بدي اعرفك على مرتي، فيمكن نجيبها معي مرتي الجاي. والله يا هلا ورحب فيك وبمرتك. انت مجاي على منين؟ مش عم تعملي لك شي زيارة؟ انا يوقف هالحرب بنروح. حرب مين؟ الدنيا بأحلى حالة، وبكرة الصيفية النهار كلها بدها تجي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب شو عم تعمل؟ هل عندك طلبية شو؟ والله عندي طلبية هذي قطايف ليين اسها على حدا. قشطة؟ ايه. اوكي. وعملي التوست، انا جاي اكل توست. اه جاي تاكل توست، ما ايش خبر شو من هون لهون قلت لي بدك توست. ومش عملتي لي فراكه؟ ايه. والله ما في منك. اطيب ست بتعرف عليها بالعالم 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 بالعالم. تسلم. طيب رح نعمل لك كم قطايف انا وياك. بدك تاكل قطايف؟ يلا رح نعمل وياك. خبرين عن هالقطايف، انت بتعمليهم؟ هذه القطايف هي الانبه سخنين بعدهم؟ بعدهم سخنين. وبتعمليهم هالقد رقاق؟ ايه عشان نشوف. يلا سو في قطايف كل السنة؟ ايه. مش بس على رمضان؟ مش بس لا، اي سيارة بدك اوردر بتلاقيها. اوكي. لكن وورلد فيمس جريل بنرجع نذكرهم. ايه بيعمل ساندويتشز وبرجر ومكسيكان والعدة كلها سوا، بس بيعمل اكل لبناني تقليدي قديم. مع الحجة معي. مظبوط. يلا بدك تاكل واحد يقطع من تحت ايدي. من تحت ايدي بسترجي اقول لك لا، عيطت علي مرة ماضي بقيت ليلتين مش عم نام. لا انا بشبهتها المهلبيه شوي، بس هي القشطه الامريكانيه بعيده عن المهلبيه، بس قشطه فينيسيه روعه. هذه الاسبانيول العرب الارجنتين كله بحبها. والله هيك تسالني وانا بجاوبك. طيب اوكي. شو بدنا نسالك؟ شو بدك هيك؟ شو عندك طبخه جديده عم تعمليها هلا عن جديد؟ والله انا بعمل كل الطبخات، بس بعمل على التواصل اللي بده بعمله. كله طلب قبل الطلب؟ ايه قبل الطلب. نعمل ورق عريش بزيت، نعمل ورق عريش بلحم، بنعمل كبيب، بنعمل لحم بعجين، بنعمل مناقيش، بنعمل رز بحليب، قطايف نية مقلية، حلاوة الجبن شافوها الواقفي شاب هذا تبع الفلافل بأنهايم شافها اليوم.
اللي كنت انا هنيك بقول لي حجي انت اللي بتعمل الحلويات الجبن اللي حاطك قلت له ايه علي قال لي بليز بدي اروح لعندك انا مش عمال بلاقي حلو استطعم فيه بس بدي اروح اكل من عندك هذه هالاصابيع هذه كين قال هما كانوا ببيروت قال لي انا خطره اكلت من محل حلو بس قلت له لا اذا بتاكلهم عندنا غير شكل تعال نتسلى انا وياك يلا شو بدك مين بدك تنتخبي يعني ترامب او بايدن شو بتقول انت هل انت بتنتخبوا انا بدي انتخبوا شو بتقول انت مين هيك بدي بالشغله اخذ طرف هلا حط الناس على ظهرنا شو عرفنا عرفني انت مين بتحب خلي بتحب انت انا بحب حلو حلو يلا قول لي شفت شو مش عرفنا لا ما بعرف السياسه الامريكيه شو رايك اي احسن لك انا بالسياسه ماني شاطر ايه انا حطني اعمل اكل اعمل حلو شاطر احلى شيء ما بحبش اشياء بلا فهم هي ما بحب إيه ما هيك حق 100% هذا اللي بنحبه 100% طلبيه كم حب اسم الله 5 دزينات وهلا بيجوا ياخذوهم هي قاعده المره عم تستنيني هي عم تعملون لا انا عم بعمل ولا انا ساعه جيت شفتها هي عم تشتغل واحد بيعمل طلبيه هو بيعملها هذه بنتي بنتك هذه بس لا هذيك المره اللي بدها هذيك قاعده ورا قاعده عم تستنى تنام بروح بحكي لك اياها بقول لها انه اكلت لها نصهم والله بدك تروح تقول روح ولا لا ما هي جاية يده قال عندها مدري مشوار وطلبت مني وقصة عملت لها اياهم هي ولا ما كانتش يعني ما كنتش انا ما خبرها والله على قويك ضلك بصحتك على رجليك واقفه كل النهار عن جد طب خبريني شو عملت شو اسمها تحت بيتش والله غير رحنا اكلنا فليفل ايه ورجعنا رحنا اكلنا بوظه والله عن مين؟ مطرح اخذنا الحاج علي طيبين كانوا؟ ايه والله طيبين حلو ما تسبحتي؟ لا طيب التسبيح مش لعنا تسبيح لصبية لا شو تسبيح لختيارة عمرها 73 بسم الله عليك بعدك بأول عمري ايه معلوم 73 سنة هذا 73 عمر كله والله عظيم بعمر عظيم ولا بتحط البسمة على الوجه منيحة الحمد لله منيحة ان شاء الله اشتقت لي صار لي شهر بعيد عنه والله يا سيدي حقت تشتاق لك وتفزق عليك كمان والله. بس بدها تشتاق لك بدها تفزق اسا بدها تنام معك قبل ما تفزع من الصبية عليك اسا صح بدك تعرفني عليها لمرتك اكيد 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 بدك تجيبها لشوفها هذيك اليوم اجى لعنا ناس هيك يعني بحبوها اجاك ناس من بعد ما انا فليت ايه؟ ما عم بقول لك الامريكا عم تحكي فيك مش عم بمزح كنت؟ لا مش عم تمزح، اجا قال لي احنا جايين وشفنا الفيديو وبدنا نشوف شو انبسط يا حرام والله شو حطيت لنا على هذا بدعة عملتي ضجة انا عم فكر اطلب منهم بتوب شيف ياخذوك اجا وينك يا حاجة وينك يا حاجة وينك يا حاجة يا حاجة وجاي بده ايدي بدي قلت له هيك قال لي صحيح من وين جاي كان؟ من علي؟ من تكساس قال لي جيت من المطار حتى لي شوفك اهلا وسهلا فيك كيفك سلمنا عليه قال ارتاح قلبه لشافني يا مهتر هلا عم يخبرني اجا ناس كثير اسم الله اجوا ناس كمان عالية عالتين من هلا اذا انت ترشحت على الانتخابات بتطلع انا انت اللي حابب اقول لك اي نو يو نو ذس بس والله هاف ا لوت اوف فانز ثانك يو لك لوت اوف فانز لوت اوف بيبول شكرا لك والله يعني واحد قال بقول لي اجى لعندكم اجى لعند لك ايش قلت له احنا شو بدنا ايش يا عمي اجى لعندنا شو صار يعني اتس ا بيوتيفول ثينج هو علي فكرتوه يس ما في مني يو بلاي ا فيري بيج امباكت ان ذا لبنانيز كوميونيتي نوت اونلي لبنانيز كوميونيتي بس العرب كوميونيتي ان جنرال الحمد لله ونحن وي جات تو ميت ا لوت اوف بيبل اي ميت ا لوت اوف جريت بيبل that follow you that came here and I had the opportunity to meet them طيب بس بسألك سؤال أربو لأنها this is up close and personal شو بدك تقولي لهالشباب الجديد شبيبة المستقبل اللي ما عم تضحك انت اسم الله عمرك بتضلها تضحك على وجهك شبيبة اليوم بتشوفهم أغلبيتهم مكشرين ومش مبسوطين وحالتهم حالة كيف بدنا نضحك؟ كيف بدنا نخلي كل الناس تضلها مبسوطة؟ ما هو إذا أنت عندك أخلاق وبتحكي بأخلاقك وبتعاشر العالم وبتحكي بأسلوبك المنيح بتضحك لحالك
مش بس هذا الجيل اللي اسأل اليوم شو بدي اقول لك عنه والله ما بعرف. جيل منزوع. انا بقول له جيل بلاستيك لانه كل شيء بيزعله، بحب الظهرات، بحب المشاوير، بحب المصاريف، بحب الجزادين، بحب الكنيدي، شو بدي اسوي لك؟ شو بدي اقول؟ حق ينقال. انا عم بحكي الحق. اكيد. جيلنا احنا بحب الشغل، بحب لك ايه لك الايدين والدعك والتعب والشغل 9 بالليل انا عم تعمل طلبيه 12 رزينه قطايف والله لا يوي شو بدنا نسوي؟ اجت الطلبيه ما بحبش الزبون مش عنا ولا فنيش نعمل، لازم نلبي له الطلب. قومي تنعمل كبه نيه والله بدك والله ما بتقلي لا والله ما بتقلي لا. طيب ليه ما اجيت تشتكي؟ كنا عملنا جد مرت الشيء خلص بدك ترجع تجي؟ ما فيني ما اجي لعندي خلص صار في دايما بوصل على امريكا من امريكا على الدغري لعندي والله هلا ورحت والله هلا ورحت حسيت حالي ببيتي مع وين ما زورنا هيك بالبيت نشرب قهوه وعد ما بتجي بس قهوه اللي بدك انا شويه اشياء يعني انه يعني خلينا نشوفك هيك نكسبك ما بتجي وعد زورنا البركه بالبيت وعد خلص يلا وعد. ان شاء الله خلص وعدني واجيت وعد. يعني معناته اذا بتقعد بتوفي وعد خلص تقول لي حيرجع وعدني قلت له وعدني رح يجي خلص قلت له قال لي اي برامس وان واحد بقول لك اي برامس بده يجي وعد 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 دين